بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وهبطت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال كانت سرابا. إن جهنم كان مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها طابا لا يسوقون فيها بودا ولا شرابا إلا همين وغس فاقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إنا آذناكم أذنا فازا حدائق وعنابا وقوائب أترابا وكأسا دهاقا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما ما لم يكن علم خطابا لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما أذن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك يوم الحق فمن شاء هدى إلى ربه وآبا. يوم يظهر الولو ما قدمت يدا ويقول كافر ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم.